أن المجلس العسكري أو الثوار سيعتمدون على قوتهم، هل ذلك يؤشر على بداية نهج جديد لدى الثوار بالاعتماد على أنفسهم والتخلي عن أي قوة أخرى؟ يعني أعتقد أنها رسالة لابد أن يتحدث بها من يرأس على الأقل الجيش الوطني، أننا قادرون على الأقل أن نحقق الحد الأدنى من دفاعاتنا. لكن هو اللواء عبد الفتاح يونس يدرك تماما ماذا يعني الإسناد الجوي. الإسناد الجوي الذي وفر لهم فك الحصار عن بنغازي في 19 مارس، وربما وفر لهم هذا التقدم السريع حتى بن جواد، وربما إلى الهراوة، والعودة مرة أخرى إلى مشارف البريغة مرة أخرى عندما تخلى الإسناد الجوي عنه، بمعنى أن الرجل يدرك تماما. أما تصريحاته أمس الحقيقة أدت نتائج. اليوم كان لدينا تصريح في الصباح الباكر من ألان جوبي، ثم من كارمن روميرو متحدثة الأطلنطي، ثم انتهى الأمر بعد الظهر في حديث روس هاردينج التي ربما جئتم به، وكلهم يحاولوا أن يوجدوا مبررات لهذا التباطؤ الذي ربما ليس له تفسير إلا أننا أمام حلف بيروقراطي بطيء في حركته. هكذا كان الأمر في كوسوفا وهذا الأمر يتكرر الآن. لكن في كوسوفا دعيني أقول لك أن على الأقل كان هناك جيش تحرير كوسوفا إلى حد ما مسلح تسليح جيد للغاية، وكان هناك كثافة طلعات 700 طلعة يوميا في كوسوفا. الآن يحدثني عن أنهم أزادوا الطلعات. ماذا أزاد؟ أمس كان 150 طلعة، اليوم التقرير يتحدث عن 155 طلعة. وبالأمس يتحدثون عن تدمير 30% من قدرات عن تدمير ومايكل مولين قبل ذلك قال أنا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حققنا هذا. إذن هناك حديث كثيرة يجب أن يتحدث بها الجميع بدرجة من العقلانية. النيتو يجب أن يفكر. أمس كان لنا نموذج جيد للغاية في أبيجان، باجبو يعني الآن على وشك التسليم والاعتقال حتى، وأنزلت قوات فرنسية على الأرض واستخدمت الهليكوبتر المسلحة الفرنسية والتابعة للأمم المتحدة في إجباره. لماذا لا تقومون بهذا في مصراتة؟ عليكم أن تفكروا الآن أن تستخدموا قوات الكوماندوز على الأقل على الأرض. هل يبدو أنه بالفعل يعني كان تم هناك تدمير 30% من القدرات العسكرية؟ أعتقد أن بلا شك، لأن الآن ربما تكتيكات العقيد لو حتى شفناها على مستوى الخريطة لكي يكون لنا الشكل العام للموقف، هو هناك توقف تقريبا في منطقة البريغة. الأمريكيون بدوا حذرين اليوم، يتكلمون على أن التفوق الحالي الموقف الحالي قد يتطور إلى تفكير العقيد إلى التقدم إلى أجدابية، وهذا هم الأمريكيون بطبيعتهم يميلون إلى السيناريو الأسوأ. لكن أعتقد أن موقف الثوار جيد، يتكلمون عن أسلحة جديدة وصلت، هناك تنظيم. الأهم حتى أنهم منعوا الإعلام اليوم من عبور أجدابية والتقدم إلى الجبهة، يبدو في شيء من مما يسمى الأمن العملياتي جيد. ما يميز اليوم الهدوء النسبي، هل هو استراحة محارب يعني؟ أعتقد أن هدوء نسبي على الأقل من قبل الثوار فيما يسمى وقفة تعبوية لإعادة التنظيم وإعادة كفاءة، لكن لم تكن هناك وقفة نسبية بالنسبة لقوات العقيد. دعيني أقول لك اليوم هو ضرب حقول النفط في هذه المنطقة، وأمس كان قد نفذ ضرباته في سرير وفي مثلة، وبالتالي يتجه إلى ربما إلى حرمان الشرق الليبي من تصدير النفط على النحو الذي كنا نتحدث عنه. سيادة العميد، هناك يعني الملفت أنه حتى وإن انتقلت هذه قيادة العمليات إلى إمارة الناتو، لأنه ما زالت هناك عدد كبير من الطائرات الفرنسية والأمريكية خارج نطاق هذه الإمارة. هذا يعكس أزمة كبيرة جدا في الثقة بين الولايات المتحدة وبين فرنسا وبين تخيلي أن القوات التحالف لديها الآن 60 طائرة مقاتلة من إجمالي 100 طائرة. 60 طائرة منهم 26 طائرة فرنسية، يعني تقريبا 50%. ومع هذا فرنسا تصر على أن الناتو لا يمتلك حق التصرف في هذه الطائرات، عليكم أن تطلبوا منا، وبالتالي ما نسميه الناشونال أوثوريتي أو السيطرة الوطنية. هكذا أيضا الولايات المتحدة تفعل، وبالتالي هذه الأزمة أزمة كاشفة لحالة ربما الاحتقان بين فرنسا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، بين فرنسا مياه وبين وبينعكس على الأرض. لكن أعتقد أن الإحراج الذي يسببه العقيد ومزيد من الإحراج في أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لحماية المدنيين، ربما قد يجبرهم على تغيير استراتيجياتهم وتكتيكاتهم في الأيام القادمة. لا بد من إحراج ما يقدمه العقيد حتى يجبروا على أن يعيدوا صياغة استراتيجياتهم في هذه العملية. شكرا لك العميد فضفض زيات، الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية.